هذا يوم من ايام الله، ف اول نوفمبر طبعا بالنسبه للشعب الجزائري هي تاريخ عريق، تاريخ الشهداء والمجاهدين، من خلاله استطاع اباؤنا واجدادنا تحرير هذا الوطن، وبالتالي هذا اليوم هو كذلك يوم لمستقبل الجزائر، الجزائر الجديدة التي نتمناها الجميع لأبنائنا وأحفادنا. فالصوت للشعب، الصوت للمواطنين والمواطنات، فلكل واحد الحرية باختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده.